والآن معنا لقاء مع مرشح حزب المحافظين لزعامة حزب المحافظين النائب إيرين أوتول نائب دورهام. أهلا بحضرتك في أكسجين توك شو. يسعدني أن أكون معك مرة ثانية. أشكرك جدا سيد أوتول لأن هذه هي المرة الثانية نتقابل على أكسجين توك شو. في الحقيقة متشوقين لمعرفة أفكارك في قيادة حزب المحافظين لكندا. قبل البدء في أسئلتي دعنا نعرفك على مشاهدي أكسجين توك شو. ولد إيرين أوتول بمونتريال وفي سن 18 التحق بالقوات الكندية الملكية الجوية، وبعد 12 سنة في خدمة الطيران الكندي التحق قدم استقالته والتحق بأحد شركات المحاماة وعمل كمحامي لمدة 10 سنوات، وانتخب 3 مرات كنائب في البرلمان الكندي عن منطقة دورهام في أونتاريو وهي 2012 و2015 و2019، وخدم في البرلمان كنائب ل وزير التجارة الخارجية، وذلك قبل عمله كوزير للمحاربين القدامى في حكومة هارب، وفي آخر سنتين عمل كوزير الظل للخارجية الكندية وهو متزوج وله طفلين، وهو الآن مرشح للانتخابات الرئاسية لحزب المحافظين. شكرا النائب أوتول على هذه السيرة الذاتية القوية جدا. شكرا رامي لقراءتك هذه السيرة الذاتية، وأهم شيء فيها هو عائلتي زوجتي وأطفالي. حقيقة أبتدأ أسئلتي على حزب المحافظين. في الانتخابات الفيدرالية سنة 2019 الحزب المحافظين بذل قصارى جهده للفوز بهذه الانتخابات، ولكن لسوء الحظ لم يفوز. ما وجهة نظرك في المميزات والعيوب في الانتخابات الفيدرالية السابقة؟ في الانتخابات السابقة أندرو شير تمكن من زيادة أعداد الناخبين وأيضا من عدد المقاعد داخل مجلس الشيوخ، ولكن نحن خسرنا في مناطق بعينها مثل جنوب أونتاريو وتورونتو الكبرى. وحينما قرر أندرو شير عدم المضي في رئاسته للحزب، أنا تقدمت لأني عندي الخبرة، وبالأخص كسبت 3 مرات الانتخابات في منطقة دورهام في جريتر تورونتو أو تورونتو الكبرى، حيث يوجد 60 كرسي في هذه المنطقة. في الانتخابات القادمة يجب أن نركز على أي الأحزاب التي تستطيع أن ترجع بكندا للعمل وتنهض بالاقتصاد، وأي الأحزاب يستطيع أن يخفض الضرائب ويجعلها مقبولة للعائلات، وهذا الحزب سيكون نحن وليس الحزب الليبرالي. فدائما الحزب الليبرالي يسعى لزيادة الضرائب، دائما ما يسعون لفرض ضرائب على المنازل وأيضا على الضرائب الشخصية. حزب جاستن ترودو الليبرالز لا يمكن الوثوق بهم في مجال الاقتصاد. حان الوقت لحكومة المبادئ، حكومة حزب المحافظين مرة ثانية. رفعت شعارا في حملتك الانتخابية بجعل حزب المحافظين يرجع للون الأصلي الأزرق، كيف تستطيع أن تصنع ذلك؟ في اعتقادي أن حزب المحافظين ينجح في حين يشارك رؤيته مع الكنديين. نحن لا ننجح اعتمادا على فضائح الليبرالز فقط. السيد ترودو الآن في الفضيحة الثالثة له، وهي التورط في فضيحة الجمعية الخيرية وي، ونحن نحمله المسؤولية في ذلك، ولكن نعتمد على إخبار الكنديين بما سنفعله في الاقتصاد. كيف نوفر العمل للشباب القادم؟ كيف نستعيد سمعة كندا الطيبة على المستوى العالمي؟ هذه القيم التي يجب أن يشترك فيها حزب المحافظين في إبلاغها للكنديين في كل مكان، في الأماكن الحضر أو النائية. أتكلم كثيرا على النمو الاقتصادي، أتكلم على كيفية الحصول على أعمال. يجب أن نخبر الكنديين ماذا سنفعل بالاقتصاد
الاقتصاد، كيف نوفر الوظائف للشباب، كيف نسترجع سمعة كندا الطيبة على المنصات العالمية. هذه هي المبادئ التي يجب على حزب المحافظين مشاركتها مع الكنديين سواء في أماكن الحضر أو الأماكن النائية. ولهذا أتكلم كثيرا على النمو الاقتصادي في الغرب الكندي وأيضا على قطاعات الموارد والتصنيع، حقوق الإنسان واحترام الحريات الدينية وأشياء كثيرة حول العالم. وأعتقد أننا سننجح بمثل هذه الأمور التي تعكس المبادئ الأساسية لحزب المحافظين، وأعتقد أن ذلك سيجعل كندا آمنة قوية وموقرة. عظيم. سيد أطول، ذكرت مسبقا أنك سوف تمشي في مهرجان المثليين وأيضا أنك مع الحرية للمرأة في الإجهاض أم لا؟ هل تعتقد أن هذه المبادئ قد تساعد حزب المحافظين على الرجوع إلى مبادئهم الأساسية؟ في الحقيقة أنا أحترم الأصوات أن تصوت بكل حرية، وأعتقد أيضا أنه جيد للعامة أن يظهروا إيمانياتهم في الحياة العامة. أحترم الأشخاص الذين يريدون أن يشتركوا في مهرجان المثليين أو لا يريدون أن يشتركوا. هذا جزء من المجتمع لدينا، ونحن مجتمع منفتح، وكزعيم للحزب دائما أقف بجانب الناس الذين يريدون أن يفصحوا بحرية عن آرائهم، وذلك مثلما فعلت حينما كنت في العسكرية. فالمؤسسة العسكرية دائما تقف بجانب الحرية، وذلك ما يكفله الدستور في كندا. في حزبنا حزب المحافظين دائما ما نرحب بالأعضاء الذين لهم آراء دينية ويعبروا عن ذلك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وفي الحقيقة أنا واضح جدا في حياتي العامة، في بعض الأحيان كنت أقف وأصوت مع زملائي من حزب المحافظين الاجتماعيين، وفي بعض الأوقات لم أكن صوتي معهم. وعلى أي حال يجب أن نحترم بعضنا البعض، وعلى هذا الأساس أسس حزب المحافظين، ويجب علينا أن نتحد جميعا في كحركة واحدة، وذلك ما أعد به. في حين مستر ماكي صرح بأن بعض الآراء غير مرحب بها داخل الحزب، وأن بعض الأشخاص سيئين الحظ، وأعتقد ذلك يقسم بين الناس. لا أريد هذا التقسيم، بل أريد وحدة من أجل الفوز. دعنا ننتقل إلى منطقة أخرى وهي منطقة ساخنة، منطقة جاستن ترودو وحزب الليبرالز. هل لنا أن تقيم أداء جاستن ترودو والليبرالز في مواجهة الكوفيد 19؟ في الحقيقة الليبرالز كانوا بطيئين للغاية في مجال الاقتصاد والصحة، أغلقوا الحدود مع طيران القادم من الصين بعد شهرين من النداءات من إغلاق الحدود. الحقيقة حزب المحافظين نادى بغلق الحدود منذ يناير وفبراير لننأى بعيدا عن حالات الكورونا فيروس. لم ينصت حكومة جاستن ترودو إلا في شهر مارس، في الوقت الذي غلق الحدود لم يساعد على الإطلاق، ونفس الحال في تأخر شهر كامل عن غلق الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. بات واضحا أن حكومة ترودو كانت مخطئة منذ البداية، وأيضا رامي رد الفعل الاقتصادي أدى إلى معاناة الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة، وتضمن ذلك أحد الأفراد في دائرتي عن درهم، وأيضا في منطقة تورونتو الكبرى مئات الأعمال والتي تفكر في إشهار الإفلاس. هم لم يحصلوا على أي معونة للإيجار، لم يحصلوا على أي نوع من إعادة الضرائب لهم، إعانات من حيث القروض. فخطة الحكومة لإنقاذ الأعمال الصغيرة كانت بطيئة جدا، في حين حزب المحافظين لديه بعض الأفكار لنمو هذه الأعمال، ويستطيعون البقاء في ظل الكوفيد 19. حاولنا العمل معا على قدر المستطاع، وحين عقد البرلمان في الحقيقة أصبت بإحباط من مدى بطء حكومة ترودو. ولكن بخصوص جاستن ترودو، فجاستن ترودو له ثلاثة فضائح، اثنين منهم قبل الانتخابات الفيدرالية
ولكن لم ينجح حزب المحافظين في الفوز بأغلبية الأصوات الكندية في الانتخابات الفيدرالية. إذا فزت برئاسة حزب المحافظين في ظل الفضيحة الثالثة لجاستن ترودو مع جمعية وي الخيرية، كيف ستقنع الكنديين بالتصويت لحزب المحافظين؟ يجب أن يروا أن الحزب الليبرالي ورئيس الوزراء يضعون أنفسهم وأصدقائهم قبل العائلات الكندية وكبار السن. أبالغ على الإطلاق، لأن في كل فضيحة تورط فيها جاستن ترودو سواء كان في أجازاته الخاصة، هو لم يأخذ نفسه وأصدقائه فقط، بل أخذ معه رئيس حزب الليبرالي في رحلة لم يكن من المفروض أن يقبلها من رجل ثري وقائد ديني. والفضيحة الثانية وهي التي تخص SSC ليفلن، هذه الشركة العملاقة والتي كانت قريبة جدا من الحزب الليبرالي، والتي طلبت جاستن ترودو بتغيير مسار العدل، فطلب جاستن ترودو من وزيرة عدله بتغيير مسار العدل فعزلها من وظيفتها. أما عن فضيحة وي تشاريتي فهي واضحة، لأن جاستن ترودو وبيل موندرو كانوا يساعدون أصدقائهم في ظل هذا الوباء العالمي، والكنديون سيرون في قائد بمبادئ أخلاقية يخدم البلد ولا يأخذ منها. فأنا خدمت البلد في البرلمان وفي الجيش وفي الأعمال الخيرية. سنضع الكنديين أولا، نضع العائلات وكبار السن أولا، وليس أعضاء الحزب الليبرالي ولا أصدقاء جاستن ترودو وعائلته. وأعتقد أن الناس ساموا ازدواج المعايير والغرور من حزب الليبرالي، ويجب علينا أن نعرض الخطط التي ترجع كندا إلى المسار الصحيح، وليس فقط أن نعرض كيف أن الليبرالز لم يكونوا على المستوى الأخلاقي المطلوب. يجب أيضا أن نعرض لهم أن لدينا أفكار قوية جدا لمستقبل قوي. هذا عظيم. دعنا ننتقل إلى ملف الهجرة. ما هو تقييمك لملف الهجرة الحالي والذي أدى إلى ارتفاع في معدلات الجريمة والبطالة؟ يجب علينا إصلاح نظام الهجرة، والذي سمح جاستن ترودو ليس فقط بخرق القوانين، ولكن أدى إلى انحدار الثقة العامة في أنظمة الدولة، هذا ليس حسنا، لأن كندا تحتاج إلى نظام هجرة متعاطف ولكن لا يكسر القوانين. أعرف بداخل مجتمعي الذي يضم العديد من الكنديين الجدد، هؤلاء العائلات التي اتبعت القوانين، منهم من انتظر سنوات لأخذ حق رعاية أحد أفراد الأسرة، فهذا ليس بالعدل إطلاقا، حين نقارنهم بآلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى كندا بمجرد عبورهم الحدود وكسروا القوانين وتخطوا الخطوات المتبعة. سوف أصلح ذلك، وبالأخص كيبك، وأعدل المعاهدة التي بيننا وبين الولايات المتحدة. وأيضا يجب أن أعدل بعض النقاط في نظام الهجرة، فمثلا يجب أن أسرع خطوات الهجرة لبعض أفراد الأسرة التي تساعد في رعاية الأطفال. فمثلا في ظل الكوفيد-19 بعض الأباء لا يستطيعون العمل بسبب غلق المدارس ودور رعاية الأطفال. لو كان العائلات لديها أكثر خيارات لرعاية الأطفال، قد يساعد الآباء والأمهات على احتفاظ بوظائفهم في هذا الوقت العصيب. يجب أن نوجه بعض المهاجرين المهرة إلى بعض الأماكن الجديدة التي بها فرص توظيفية أفضل. ومن ثم فأنا أقول أن العمالة المهاجرة الماهرة ولم شمل الأسرة، ربما نحتاج أكثر إلى لم شمل الأسرة الواحدة في السنوات القادمة لمساعدة الأسر في مثل هذه الظروف الصعبة. وعندما يتعافى الاقتصاد ويرجع المعدل التوظيفي مرة ثانية، فحينئذ نستطيع أن نخلط ما بين العمالة الماهرة ولم شمل الأسرة مرة ثانية. وماذا عن المهاجرين؟ هل ستغير الخطط الحكومة الحالية بتعاملها مع اللاجئين؟ بالطبع، لأن خيبة الأمل الكبيرة إنما ترى جاستن ترودو سمح لعبور الحدود الغير قانوني، وسمح لأناس يطلبوا اللجوء في حين أنهم غير مؤهلين
لطلب اللجوء. على الجانب الآخر، الحكومة الحالية لا تسمح باللجوء لبعض المجموعات التي تضطهد بسبب معتقدها أو إيمانها. يجب علينا إعطاء اللجوء لمثل هؤلاء، مثل مجموعات المسيحية المضطهدة حول العالم، وأيضا النشطاء الديمقراطيين في هونغ كونغ. يجب إعطاء اللجوء أيضا لأعضاء من الصينيين الذين يعانوا الاضطهاد من حكومة بكين الشيوعية، والذين يريدوا أن يدافعوا عن حقوقهم الديمقراطية. نحن نريد رعاية خاصة للاجئين بأعداد طبيعية، فالذي صنعه ترودو بأنه جلب أعداد ضخمة جدا وحملهم على النظام العام، فضعهم في فنادق ولم يكن لهم أشخاص يساعدوهم في الاندماج في المجتمع الكندي، ولم يكن لهم وظائف، وبالتالي فشلت بعض هذه العائلات بسبب اتجاهات ترودو. فسوف نرجع إلى أساسيات العمل العادل الذي يتيح للرعاية الشخصية أو الخاصة للاجئين. ألاف من المهاجرين العرب والذين يعملون بالقطاعات الطبية مثل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأيضا المهندسين يعانون من اجتياز امتحانات المعادلة لهم في كندا هنا، ويعتقدون أن الحكومة لها دخل كبير لأن ليس لهم مكان في وظائف في حين أنهم حصلوا على المعادلة وتخرجوا. ما تعليقك على هذه المعضلة؟ هذه المعضلة مستمرة في كندا من عشرات السنوات. في الحقيقة صديقي جيسون كيني ابتدأ يواجه هذه المشكلة لما كان وزيرا للهجرة، وأعتقد يجب أن نكمل عمله العظيم، لأن هذا الموضوع يرامي تديره الحكومة الفيدرالية، ولكن في الواقع المقاطعات هي التي تحدد وتعرف احتياجاتها من الوظائف. على سبيل المثال، الأطباء يحصلون على تصريح العمل من المقاطعة. على المقاطعات أن تجتمع وتضع طريقة أفضل لطرق الالتحاق والاعتراف بالشهادات. فحينما يتقدم الناس بطلبات الهجرة إلى كندا، نستطيع أن ننظر إلى مؤهلاتهم ودرجاتهم إلى حين قبول ملفاتهم. أعتقد أن هذا يكون الحل الأفضل، ولكن لا يوجد حل مثالي لكل الحالات، ولكن كحقيقة موجودة يوجد أماكن في كندا بها احتياج شديد للأطباء، على حين أنه يوجد أطباء كثير يواجهوا مشكلة في استخراج تصاريح العمل كأطباء. هذا خطأ، وخطأ في حقهم، وأيضا المجتمع يفتقد لخدماتهم، وأنا فأضع أولوية لإصلاح هذا النظام. دعنا نمضي لملف الاقتصاد. نسبة البطالة وصلت إلى 13.7% في يونيو الماضي، وفي بعض المناطق مثل تورونتو تعدت 15%، وهذا تخطى أعلى درجات البطالة التي وصلت ل 13.1% في 1982. وسؤالي، ماذا ستصنع من أجل النهوض بالاقتصاد الكندي؟ أول أي شيء، يجب أن نعمل على إنقاذ الأعمال أو المشروعات الصغيرة. كما ذكرت سابقا، فأنا أعمل على إنقاذ الأعمال الصغيرة على مشروع، فسوف أسمح بالقروض لمساعدتهم، وذلك لم يصنعه جاستن ترودو. وأقول ذلك لأن ثلثي الكنديين يعملون لدى أو يشاركون في شركات صغيرة أو متوسطة الحجم، لذلك التوظيف يعتمد على المشاريع الصغيرة. فالمشاريع الصغيرة في المتوسط توظف 4 أشخاص، ولكن يوجد عشرات الآلاف من هذه الأعمال الصغيرة، وإن فشلوا فقطعا معدلات البطالة تكون في ازدياد، ولذلك
سوف أعمل على إنقاذ الأعمال الصغيرة. والشيء الآخر الذي سأفعله هو العمل على عكس الأفكار اليسارية التي صنعها جاستن ترودو. جاستن ترودو هو عمل ضد قطاع الطاقة، هو عمل ضد قطاع الغابات. نحن ليس لدينا الآن أي اتفاقية للخشب الناعم أو اللين، Soft Wood Lumber Agreement. هو أيضا اقترح أنه يجب على أونتاريو الانتقال إلى ما بعد التصنيع. هو أيضا حصل على اتفاقات تجارية سيئة مع الولايات المتحدة، فنحن ندفع جمارك على الحديد والألمونيوم. أريد أن أرى كندا في ازدهار، وأنا فخور جدا بموارد كندا من الساحل إلى الساحل، والوظيفة هي قيمة. إذا كان الأباء والأمهات يعملون من أجل أولادهم أو من أجل والديهم، ففي ذلك قيمة عظيمة. أما جاستن ترودو فهو يختار ما هي الوظائف الجيدة والسيئة، ولكني أريد لكل الكنديين أن يكونوا قادرين على إعالة أسرهم، وإذا كانوا يريدوا أن يبنوا هذه البلد فإنهم مرحب بهم في حزب المحافظين، بغض النظر عن تصويتهم في الماضي. فنحن الحزب الوحيد الذي يريد لكل الكنديين العمل من الساحل إلى الساحل. دعنا ننتقل لملف العلاقات الخارجية. سوف أذكر بلد ومعها موقف أو حدث، وعليك أن تعلق على كل منهما. الولايات المتحدة والتجارة، هذه من أكبر إخفاقات حكومة جاستن ترودو. لم يأخذوا المفاوضات مع الولايات المتحدة بمحمل الجد. بدأ الاضطرابات في العلاقة تحت إدارة أوباما، فأوباما ألغى اتفاقية خط الأنابيب كيستون. أوباما وترودو ألغوا الاستكشافات في منطقة الأرتق بالقطب الشمالي. فيجب علينا تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، هامة جدا للتجارة وهامة جدا للأمن. وبالنسبة لشخص مثلي خدم في الجيش وخدم بجوار العسكرية الأمريكية، سوف أعمل جاهدا لاسترجاع العلاقات القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في صالح العاملين الكنديين. تركيا وتهديداتها في الشرق الأوسط. في الحقيقة أبدي قلقا من حكومة هذا الأردوغان، فهي دائما تتسلق على مواطنيها وتأتي دائما على جيرانها في الحدود والدول المجاورة، ومؤخرا حينما طاحت بالموروثات التاريخية والتي حولت من الكاتدرائية والكنيسة السابقة إلى جامع. تحويل هذا الصرح العالمي التاريخي والغالي عند المسيحيين، وأعتقد هذه له دلالة سياسية سالبة، دلالة تدل على الانقسام، ولا يجب أن نرى مثل هذه الدلالات من شريك في الناتو. أعتقد أن دول أعضاء الناتو يجب أن تكون قوية وصاحبة مبادئ ضد تركيا. الصين والصناعات المحلية، يجب أن نسترجع بعض القطاعات الصناعية التي استحوذت عليها الصين. في الحقيقة كنت أتكلم كثيرا على الترويج لمبدأ التجارة الحرة بين البلدان الحرة. الصين مع بعض البلاد الأخرى تتلاعب بالتجارة العالمية، لا يتبع القوانين ويسيء استغلال القوانين لصالحهم الشخصية، وذلك يضر بالعاملين في كندا ويضر بالعاملين في أمريكا وأستراليا وفي أماكن أخرى. يجب على كندا استرجاع بعض القطاعات الصناعية إلى سواحلها حيث يكون لنا القدرة الداخلية. يجب أن نتعاون مع حلفائنا الديمقراطيين، ربما يمكننا أن يكون لنا الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل الطاقة مثلا أو الأمن الغذائي، وربما وضع بعض الجمارك على البلاد التي لا تتمتع بالديمقراطية. ماذا عن شركة هاواي وإنشائها للجيل الخامس من الشبكات؟ يجب علينا مع شركائنا الأمنيين من الفايف آيز، وهم أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لإبعاد هاواي من بنيتنا الأساسية.
هواوي هي شركة مملوكة للحكومة الصينية، وأي شيء يتبع البنية الأساسية يكون في حساسية شديدة مثل الـ 5G والذي يعتمد عليه الاقتصاد الكندي في السنوات القادمة. لا يجب أن نعتمد على شركة مملوكة لنظام يقهر ويقمع مواطنيه. دعني ننتقل لمنطقة أخرى. ما هو رأيك في الإسلام السياسي؟ دعني أعرف ما هو الإسلام السياسي. هو هؤلاء الناس الذين يستخدمون الدين الإسلامي للوصول للمناصب والسيطرة على السياسة. والإسلام السياسي معروف عنه أينما دخل أي بلد يدمرها تماما، مثلما فعل في الشرق الأوسط، وأيضا من البلد التي أنا من إنها هي مصر، فدمرت الكثير، والتي اعتبرتها مصر الإسلام السياسي، جماعة الإسلام السياسي جماعات إرهابية. أشاركك في نفس المخاوف من مثل هذه المجموعات. هذه الثقراطيات أو السلطات الدينية تقمع الأقليات الدينية والمجموعات ذات الأقليات الثقافية. هم يقمعوا حقوق مواطنيهم وهم غير ديمقراطيين، وبالتأكيد يجب أن ننادي بذلك في الخارج. وفي نفس الوقت نؤكد على عدم التسامح مع هؤلاء في كندا. أقبل الفكرة أن الشخص يأتي من أي خلفية ثقافية أو دينية أو مجموعات إثنية، ولكن أنت كندي وأنت هنا من أجل الحرية والحقوق والديمقراطية. ونحن رأينا في أماكن مختلفة من العالم تسييس الإسلام، وهو بالتأكيد غير مرحب به في نظامنا السياسي. وأعتقد أننا رأينا الليبرالز يتلاعبون بهذا الموضوع، مثل حركة M103 والتي تتكلم على قانون الإسلاموفوبيا. هذا الأسلوب الانقسامي يجب أن يستدعى. هل تعتقد أنه يوجد إسلام سياسي في كندا؟ لا أعتقد ذلك على المستوى العام. سمعت وقرأت تقارير من بعض الأشخاص على بعض الناس يحاولون أن ينظموا بعض الفعاليات أو داخل المساجد، وأعتقد أنها محاولات منعزلة جدا. حينما أثيرت هذه الجدالات في مجلس الشعب، حينما بدأ تسييس هذه الأمور وبالأخص مثل حزب الNDP الذي سيس اقتراحا ما، وأيضا حزب الليبرالز عندما سيس قانون M103، وجدوا مقاومة من الكنديين كبيرة جدا. في اعتقادي أن الكنديين لا يحب أن يروا مثل هذه الأمور الفردية، أو أنهم لا يحب أن يروا بعض المجموعات التي تحاول السيطرة وتأتي ببعض النزاعات من أماكن متفرقة في العالم إلى كندا. لا أعتقد أن أي من هذه الأمور في انتشار واسع، وأعتقد أيضا أن جهاز المخابرات الكندي يراقب عن هؤلاء المنظمين أو هؤلاء الذين يسعون لجلب هذه النزاعات إلى كندا، ولكن يجب أن نكون واعين لبعض الحالات، ولكن في نفس الوقت لا أظن أنها واسعة الانتشار. ذكرت مؤخرا أنها ليست واسعة النطاق، ولكن بعض التقارير والكتب مثل قطر بيبرز أو أوراق قطر ذكرت أن هذه المجموعات متواجدة بالفعل في كندا ولها تمويل من بعض دول الخليج لتغيير الحياة السياسية في كندا. هل سمعت بهذا وإلى أي مدى صحة هذا الكلام؟ في الحقيقة سمعت بذلك، وأنا سألت أحد هذه المجموعات الخيرية الإسلامية على هذه التقارير العالمية، وكما قلت في قلب الحكومة، نحن نتعاون من بعض المجموعات الدينية، يمكن أن تكون مجموعات مسيحية دينية أو مجموعات دينية أخرى، وتحت أي ظرف إذا كان المعونات التي تأتي من كندا اختلطت بالمعونات الدولية الأخرى والتي تدعم الإرهاب أو أي تكتيكات تقسيمية، نحن
ليس لدينا أي قدر من التسامح مع هؤلاء. كندا لا ترغب في إعطاء المعونات أو التبرعات من الكنديين الذين يقبعون في منازلهم. تذهب إلى تدعيم الانشقاقات والمنازعات أو الإرهاب. وأنا ليس لدي أي تسامح مع هذا. في الحقيقة بعض التقارير العالمية تداولت هذا الأمر، وهذا ما ذكرته للفرع الكندي من هذه الجمعية الخيرية. أنا ليس لدي أي قدر من التسامح مع هذه الأمور التي تحدث عالميا من جمعياتكم إذا حاولت التدخل في فرعكم هنا. هذا ليس يعرض سمعتكم للخطر فقط، ولكن لا يمكنكم التعاون مع الحكومة الفيدرالية لكندا. الجدير بالذكر أن لمثل هذه المجموعات من الإسلام السياسي يقمعون المسلمين المعتدلين، لأن المسلمين المعتدلين يكشفون نياتهم السياسية وأجندتهم السياسية. وعموما فإن الشرق الأوسط لا يرحب إطلاقا بمثل هذه المجموعات من الإسلام السياسي، وبالأخص الذين لا يرحبون بهم المسلمين وأيضا الديانات الأخرى. دعنا ننتقل إلى منطقة أخرى، وهي الإعلام الإثني. الإعلام الإثني الذي لعب دورا كبيرا جدا في الانتخابات الفيدرالية السابقة لا يجد أي تدعيم من الحكومة الحالية لجاستن ترودو، وأنا أقصد مثلا التدعيم المالي. هل تعتقد أن الإعلام الإثني يجب أن يكون له تدعيم أكبر إذا أصبحت رئيسا للحزب المحافظين؟ أستطيع أن أقول لك أن أنا المرشح الوحيد الذي طالب بقطع التدعيمات لقناة السي بي سي، سواء السي بي سي بالإنجليزية أو سي بي سي الإلكتروني، ويجب علينا أن نخصصها. يجب على الحكومة أن لا تدعم قناة واحدة مثل السي بي سي. فربما الحكومة يجب عليها أن تدعم عن طريق المنح والحملات الإعلانية على كل الإعلام، منها الإعلام الإثني. فأنا أرى أن الإعلام الإثني يعمل جيدا جدا مع الجيل الأول والثاني من الكنديين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وفي الحقيقة أنا منبهر من كيفية أن الإعلام الإثني يؤثر كثيرا جدا 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 بميزانيات قليلة جدا. أعتقد أن الحكومة يجب أن تقدم الكثير، وبالأخص في موضوع الضرائب أو من جهة طريقة التفكير. وأنا أعتقد أني سأكون منفتحا جدا في هذه الأمور، لأنه يجب علينا إنهاء الاحتكار الحكومي في تدعيم السي بي سي. وأخيرا وليس آخرا، لماذا أعتقد النائب إيرن أوتول أنه الأفضل في سباق رئاسة حزب المحافظين؟ جيد، فإن في هذا السباق الرئاسي يوجد مرشحين فقط في مجلس الشعب، وهو أنا ومستر سلون. أما المرشحين الآخرين فهم مرشحين جيدين، ولكن ليس في مجلس الشعب. لا يمكنهم أن يحملوا المسؤولية لترودو في سبتمبر ولربما السنة القادمة كلها، إذا كنا لا نستطيع أن نضع زعيم في مجلس الشعب في وسط هذا الوباء العالمي ووسط هذه الفضائح الكثيرة. فلربما نخسر الانتخابات القادمة رغم أنها حكومة أقلية. فأنا المرشح الوحيد الذي يكون مستعدا من أول يوم، وأنا أكثر الأشخاص خبرة في كل الذين يشاركون في السباق الرئاسي. أنا كنت في المنظمة العسكرية لمدة 12 سنة، وفي القطاع
القطاع الخاص وكنت أحد وزراء ستيفن هاربر وكنت أدير ملف صعب جدا وأنا ثنائي اللغة أتكلم اللغتين الرسميتين وأنا مستعد لدخول هذا السباق وأنا فزت في جنوب أونتاريو. وإليك شيئا مثيرا آخر فأنا سوف أكون أول قائد أو زعيم من أونتاريو منذ 1948 وأعتقد أن علينا أن نفوز بعدة مقاعد في جنوب أونتاريو وأعتقد أني عندي المهارات الكافية للقيام بهذا العمل. السيد أتول لا أشكرك جدا لهذا اللقاء. قبل نهاية هذا الحديث أقول لك أني استمتعت بكل إجاباتك. من ناحيتك هل تحب أن تقول كلمة ختامية لمشاهدي البرنامج؟ أحب أولا أن أشكرك على هذه الفرصة وكثيرا من المواضيع التي تكلمنا عليها سواء كانت في السياسة أو الوقوف مع الحريات الدينية والأقليات الدينية وبالأخص في الشرق الأوسط. سوف أعيد مركز السفير للحريات الدينية جيسون كيني حاكم ألبرتا هو يعضدني في هذا السباق وأيضا لوعي الحريات الدينية. وأنا أرحب بأعضاء جدد لحزب المحافظين. أشكرك مرة ثانية لإعطاء الفرصة للتكلم لمستمعيك وأود أن أحصل على تدعيمهم في هذا السباق الرئاسي لحزب المحافظين وليس ذاك فحسب بل أيضا في الانتخابات الفيدرالية القادمة التي سوف تأتي في حدود 6 أشهر. أشكرك جدا سيد أتول الذي يتمتع بسيرة ذاتية قوية جدا وخبرات قوية أيضا والتي تضحت في إجاباتك والتي توضح كيف أن تصبح كندا عظيمة مرة ثانية. وشكرا لوقتك. شكرا.